كنظن كاملين كتعرفوا بانه اذا الشخص دوز اكثر من 6 شهور خارج اسبانيا كتحيد له الترخيصه ديال الريسيدنسيا ديالو اذا كانت ريسيدنسيا تيمبورال. هذه المعلومه كنظن غالبيتكم كيعرفوها، ولكن اللي ما كتعرفوش واللي هو جديد في القانون ديال الهجره هو اللي غنعرفكم عليه اليوم في هذا الفيديو. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنىكم دوزتوا العواشر مزيانين ودوزتوا العيد مع الاهل ديالكم مزيانين. عارفين بانه في هذه الاوقات كيكونوا اغلبيه منكم سافروا مشاو يدوزوا العطله ديالهم. كنتمنى لكم اقامه سعيده. الفيديو ديال اليوم هو نصيحه من الجمعيه المغربيه بخصوص القانون ديال الهجره اللي تبدل في هذه الاواني الاخيره، وخصوصا واحد القرار جد مهم اللي تم المصادقه عليه في هذه الاواني الاخيره، وهذا القرار كيتعلق باللي اورغانيكو ديال 2004. شنو هو هذا القرار وشنو هو هذا الشرط اللي المحكمه العليا ديال اسبانيا طعنت فيه هو اللي غنذكروا لكم، ولكن اجي نرجعوا شويه للور ونشرحوا علاش تم الطعن في هذا القرار وشكون اللي طعن في هذا القرار بالضبط. اذا المحكمه العليا الاسبانيه مؤخرا صدقت على واحد القرار جديد وطعنات في القرار اللي كاين في اللي اورغانيكو اللي قلنا انه هو 2004. هذا القرار هو انه الناس اللي كيدوزوا 6 شهور خارج اسبانيا وعندهم واحد الريسيدنسيا تيمبورال كتحيد لهم الريسيدنسيا. هذه كما قلت في البدايه كاملين كنعرفوها، ولكن اللي ما كنعرفوهاش بانه هذا القرار هذا في البدايه راه ما كانش في هذا اللي اورغانيكو، ما كانش مكتوب بصريح العباره ولكن كانت كيتطبق. داكشي علاش مؤخرا كانت واحد الضجه كبيره، وكانت كانوا بزاف ديال الناس حيدوا لهم هاد الترخيطه اللي كانت عندهم، حيت السبب الرئيسي هو انهم دوزوا اكثر من 6 شهور خارج اسبانيا، وجاو هاد الناس داروا ملتمس للمحكمه ورفعوا دعوى قضائيه باش يرجعوا الترخيطه ديالهم تيمبورال. اولا شنو هي ترخيطه تيمبورال؟ ترخيطه تيمبورال هي الاقامه اللي كتعطى لك العام اولا العامين. هاد الترخيطه يا كتكون حاليا مثلا تقدر تكون ديال الرايغو بارا فورماسيون، وتقدر تكون درتيها بولونتاريال انترناسيونال ديال ايراسموس ديال البروغراما ديال ايراسموس، تقدر تكون ديال الدراسه. المهم هي تيمبورال، كتسمى تيمبورال يعني مؤقته ديال عام اولا عامين. هاد الترخيطه كانت كتحيد للناس اللي كيدوزوا اكثر من 6 شهور خارج اسبانيا. السبب الرئيسي هو انه هاد الترخيطه تعطات لك لسبب معين، السبب ديال الدراسه اللي كما قلت اولا كدير تطوع العالمي في البرامج ديال التعاون الدولي اللي هضرنا عليهم شحال هادي. على فكره هاد البرامج ديال التعاون الدولي راهم كاينين في اسبانيا كامله، ما كاينينش فقط في مالاغا. سبقنا ودرنا واحد الفيديو ونخليه هنايا العنوان ديالو، ممكن انكم ترجعوا وتشوفوا الشروط ديالو. وحتى الجمعيه المغربيه عند هذا البروغراما ديال ايراسموس بلس اللي ممكن لاي واحد منكم شاب او لا شابه عندها اقل من 30 عام تشارك في هذا البروغراما. دراري وبنات بجبيكم. نرجعوا لهذا القرار. القرار ديال لي اورغانيكو ديال 2004 المحكمة العليا في اسبانيا مؤخرا هذه فقط اشهر قليلة طعنت في هذا القرار هذا ديال انه كتحيد الترخيطة يعني بسبب انك دوزتي 6 شهور. ولكن واش هذا الشيء كيعني انه الا خرجت جلست اكثر من 6 شهور خارج اسبانيا وتحيدت لي الترخيطة حاليا ما تقدرش تحيد لي؟ يعني دابا ملي طبقوا هذا القانون بمعنى اخر واش ما غاديش تحيد لي الترخيطة؟ الجواب هو انه ممكن انها تحيد لك الترخيطة، ولكن اللي ممكن انك انت ديروه هو انك حتى انت تتجه للقانون وتمشي ترجع الترخيطه ديالك. عارفين بانه المسطره القانونيه طويله وكبيره، ولكن في النهايه ممكن انك ترجع الترخيطه ديالك. النصيحه ديال الجمعيه المغربيه هي انه الواحد الا عنده هذه الترخيطه تيمبورال ما يدوزش اكثر من 6 شهور طبعا، ولكن الا كانت الضروره ودوزت اكثر من 6 شهور خارج اسبانيا من حقك انك حتى انت تتجه للقانون وتطعن في هذا القرار وترجع الترخيطه ديالك ديال الريسيدنسيا. هذه المعلومات كنظن بزاف منكم ما كيعرفوهمش، حيت اللي معروف حاليا هو ان الترخيطه كتحيد لك الى دوزتي اكثر من 6 شهور، ولكن الجديد ديال هذا ديال انه حاليا ممكن انكم ترجعوا الترخيطه ديالكم، وبالتالي المهاجرين يقدوا يدوزوا اكثر من 6 شهور والترخيطه مازال عندهم. كنظن ان المعلومات غادي يفيدكم بزاف، خصوصا انه كاين بزاف من الجاليه اللي كيجلسوا لمده طويله في المغرب وفي بلدان اخرى، يعني اللي كيمشي لشي بلاصه، وهذا القانون يقدر ينفعكم. هذه معلومه قدمناها لكم باش هكذا تستافدوا منها. ما تنساوش اذا كان عندكم تساؤلات بخصوص هذا الموضوع او لا اي موضوع اخر، ممكن انكم تتواصلوا معنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. غنخليه هنايا تيك توك هنا وانستغرام هنا،
وما تنساوش تشاركوا الفيديو والمعلومة مع الناس اللي ممكن أنهم يستفدوا منها. المعلومات اللي كنقدموهم هذه غير فقط ترجمة ديال المحامية ديال الجمعية المغربية أو القسم القانوني ديالنا فيه ثلاثة المحامين هما اللي كيعطيونا المعلومات وكنترجموها باش نقدموها لكم بسهولة. أي تساؤل آخر مرحبا بكم، ممكن تعيطوا لنا في الأرقام ديال الجمعية المغربية. تلقوا في فيديو جديد. السلام عليكم.